يو اسمعي القادر صباحكم كامل لاباس كل عادة خاوتي بمدى لافيديو ما تنسيو تابوني فاشن يوتيوب ونجفة لافيديو خلال وصلش التعلان 1000 متابع. فيديو كنت اليوم ريكسو على بارسيكو ام انا بارسونامو ما انا عطل الراب ومالوغان هبط فيديو اسم تعال وباي بار مم خاوتي مطوش لكم شديت الورقة ما عنديش يتام ستيلو وحده يكتبها والستر هوني في بلادك يترك على قلام قاك ان الراب اللي يكتب عبر لا تيلي لا غادي ولا منهج تعليم في بلادنا تعلم ودواعي البشر اليوم انا نعيشو في عصر الخداع بسبب اللي يحكم الجهل تنشر حبينا بلادنا حطونا في الحبس اللي باعوا البلاد وحطوهم في قصر حاكم بالمتراك بلغة الكبس الراس دي ملوطة كي تهز وتذر كلها بلانيا بتعض سيب المرض بيناتها تنشر نهار الاتحاد كلها تنقذ كلها ترتاح كي تشوفك في قبر ماشيتك حال الوضع كل يوم هوني ماشي ويتفاقم مكرهت كل شيء نهار اللي نعيشه ويخليني ناقم اسأل الشعب علاش انتي ديما فادت متشائم نضمن لك تسمع نفس الجواب هذا البلد راهو غير ملائم طحين وتلحيز في بلاد الخمج حتى المواطن مشيخة وخج الشعب كره يحب يهج الفيزا بالرش والمطار بالبلج ما تعطيش حجج لي يحكم مش لاهي لي يحكم امشى في فواياج صدقني كان يعملوا الباهي لمونا كنا يحطونا في كاج تتسيب لغاج وقت اللي نشوف شعب في بلادي كي يمشي بالكف ماكشي بشر انتي راك مالخيكول انتي راك رقم محطوط في ملف لهنا شد الصف وراء القطيع سنة في الدولة سربي لك علف سيد الرئيس قولي شنيا احساسك يتحكم في الشعب طموح وشقف نعيشوا معاكم في دولة كل حبس معاكم تفوضها لقيع قلوبنا على البلاد اتعبت بالكره هتفتونا في العصيم يتيع هذي بلاد اقمى ودمار يرزق تولي كشمار هايش كيما العصار لازم هم اكمامة بالنار طولي بغبا 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 الدولة على الحق هوني دور الراس اما عالظلم طولة بالنداء اللي يحكم في بيروها ولابس كلاس يلبس الكباب شكبش انفداء هوني النظام هو سبب البلاء ظلم تنشر ولا كيما الوباء قل لي يا مسكين شنية تستنى وتتمنى من دولة تحكمها مومياء دولة تاكل كونسر عدتها بالمرض ما فماش دواء بانت الاعراض اخرتها في صندوق في حفرة في الارض الدولة كالفيروس اللي ينقل الامراض في بلاد الناس اللي عايشة في قصور تحكم في الناس اللي تحت الانقاض وقفنا قلنا لهم شدونا السراق قالوا نعملنا مساواة في الميراث بعد الفوت اعضاء الحكومه تلمت الكل اللي تؤدي القسم سكرت الابواب والمستقبل عدم مشكل الشعب اللي قال نعم ناس اللي تحكم ما يبعت البلاد ومن بعد تقف وتحيي العالم في بلاد الدوله تشد الزوالي وتعفو على من ظلم بلادنا ولا الضحكه بين الامم بعد في التلي يقولونا من الثوره هوني بقى كان القلم هو اللي حارب وتيري على الدوله باسم القانون الشعب تظلم ثروه البلاد مشت تحت الطاوله ريوس كلاب وسراق لازمهم إبادة مش ثورة هذه رسالة مضمون الوصول إلى البرلمان والسادة النواب هذه رسالة لكل مسؤول السيد المفتي وكل الأحزاب حابين نقول لكم بعد اللي عرفناكم أقسم بالله حاشاها الكلاب لي واحد في الكرسي كيما المصبار وجاكم الشعب كيما الكلاب نعيشوا معاكم في دولة كل حبس معاكم تفوضها لقيع قلوبنا على البلاد اتعبت بالكره هتفتونا في العصيم يتيع هذه بلاد قمة ودمار يرزق تولي كشمار هايش كيما العصار لازم هم كمامة بالنار طولي بغبا 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 بون كان هذا هو خوتي فيديو تاع خونا بايسيكو ام فيديو كليب سموه باي بار فيديو كليب كان فور عجبني الفيديو تاع خونا رابر هذا ماروكان فيديو كليب تاعو كان فور تحية كبيرة 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 خاونا في المغرب جزائر المغرب خاوة خاوة وانتم خاوتي ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب دوني جنبال لا فيديو خلو سوشيال ميديا وصلوا عشان تعلموا 1000 متابع ايه سلام